رهيب قبق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواننا متتبعو قناة نوستالجيا تي في، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو. اليوم يكون معنا في جولة الشاطئ السعيدية الجميل. اليوم شي واحد المنطقة زينة حتى هي خاوية، اللي بغى العائلة واللي بغى يرتاح بحر خاوي. نجحت أوتيل بيل لايف، كنجيو لهيه عند الباب ديال لوطيل رون بوان، تحت لوطو ديالك و تجي تدخل نتوما تشوفو هالكورنيش كي داير، منظر جميل. لوطيل بيل لايف السعيدية، شاطئ السعيدية نتوما تشوفو بعيد. ما تشوفوا الأجواء، الكورنيش زين تبارك الله. انتما تشوفوا أوتيل إيبيروستار، يعني اللي بغى يتبحر اليوم الحد بحال اليوم الحد تلقى هنا البحر خاوي. خاوي في هاد البلاص، يعني ما كيكونش الاكتظاظ بحال في السعيدية اللي في المركز. اخوان ديروا معكم واحد الجولة لداخل نشوفوا الاجواء ديال الشاطئ. مارينا هايك داك البني، داك البورت تاع مارينا السعيدية، أوتيل إيبيروستار. حنا غادي ندخلو هنا نشوفو الجو تاع الشاطئ السعيدية جهة أوتيل بيل لايف و إيبيروستار. نمشيو نشوفو الأجواء ديال الشاطئ، ما تشوفو الأجواء الهدوء والكالم. يعني بين باراسول وباراسول كتلقى مسافة تقريبا حتى لعشرة متر وأكثر. يعني منطقة جميلة للاصطياف. هانتوما تشوفو هاك البني اللي راه يبان ليه الأقصى اليسار، الجزائر بورساي، واليمين السعيدية. ما دي تكون دعوة عامرة مصطفين للجهة من كل المناطق. هتشوفوا الجهة ديال أوتيل بيل لايف وبارسي والإيبيروستار. للأسف الشاطئ دائما كنلقاو فيه الصلاح، يعني الناس جمعوا في الميكات وتحت، ولكن يعني باش يتجمع يخرج على الشط مكانش لي يديه. هاك البورت تاع مارينا السعيدية،